ده جاء. هل دي قائمة بوليسية يجب ان توزع على اقسام الشرطة وليس على والله انت قاصد على صناع الاعمال الفنية؟ اسمح لي اتكلم بصفتي ناقد وكاتب للدراما، يعني ممارس للكتابة كلاهما. الفن لا يحاسب الا بقيم نقدية. يعني الفن ذاته لما اجي حكمه فبحكمه بقيم نقدية مش بقيم مخلوطة في جامع او كنيسة او مسائل اخلاقية. بالظبط. لانك هتصطدم بالمبدع، انك بتفرض عليه اشياء كثيرة جدا بتخيده. والمبدع عندما يكتب، والمبدع عندما يمثل، والمبدع عندما يخرج، هو ما بيحطش اللي انت بتقوله ده كله في اعتباراته. ليه؟ اللي هو محكم بالعمل الفني اللي هو بيقدمه. من وجهة نظري أنا، اللي بيحكم الفنان الصادق الحقيقي من الفنان الغير حقيقي، أو مش عايز أقول الفنان الوطني والفنان الغير وطني، هو الضمير الفني اللي موجود عنده. أيوة. يعني هو بيبقى في داخله رقيب على ذاته وعلى نفسه، زي عندنا في الإعلام، وانت راجل إعلامي كبير ما بنيجي اشتغل في الصحافة، فبيبقى في ضمير جوه الصحف. طبعا هو الرقيب الاول والاساسي، كويس جميل، ضمير بيحكم. فليس كل ما يقال ينشر، وليس كل ما يعرف ينشر. في اشياء بيبقى مسموح نشرها بعد وقت من الزمن، في اشياء بتنشرها دلوقتي فبتسبب لك مشاكل وبدخلك في دهاليز كثيره جدا. في صميم الموضوع بقى، في مراقبه الدراما، انا شايف في التوصيات الأخلاقية اللي موجودة دي، أو المعايير الأخلاقية، هي موجودة أساسا، يعني مش محتاجة أنك توصي بيها. يعني أنا لا أعتقد أن في فنان أو مبدع في مصر هو ما يعرفش كل ما جاء في هذه اللوحة. لا، هو عارفها وكتبنا فيها يا أستاذ وائل عشرات المرات في مسلسلات انتقدناها في مصر. لا، بس هي دي معمولة لأنه هم شايفين أن المسلسلات انحرفت عن هذه المعايير، لأنها غير موجودة. لأن لو هي موجودة يبقى أنا مش محتاج أعمل معايير جديدة. يعني صحيح. هتلزم مين؟ دي هتلزم مين؟ الفضائيات؟ هتلزم صناع الأعمال الفنية. لا، لأن الفضائيات لو اتعاقبت هتحذف وهتشيل. مفيش يا بيه قانون يلزم الفضائيات باللي في إيدك ده خالص. طيب. المشكلة احنا بنتكلم فيها، انتوا عاملين عقوبات؟ لا. طب افهم العقوبات ايه؟ لا ده, ده 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 انت عارف الكلمه هيتدفع الكلمه بكام؟ لا مش بكام. لا، تنظيم الاعلام في حاطط عقوبات وحذف مشاهد. لحظه بس يا استاذ وائل، خلينا، المشكله معقده وليها اكثر من بعد. جميل. يعني في بعد اقتصادي، البعد الاقتصادي طبعا. متعلق بالمنتج، متعلق بالفضائيه اللي حضرتك بتشتغل فيها، لان في فضائيات بتيجي تاخد المسلسلات دي حصري طبعا. على ضوء شراء المسلسل، على ضوء ما بيجيب كم الاعلانات اللي هترجع له فلوسه. فلما تيجي حضرتك تقول المسلسل ده في ارمي 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 احذف، يعني الراجل اتخرب بيته. لا، كمنتج وفضائيه. المشكله في ايه؟ هقول لك باديه منين. المشكله باديه منين؟ من المساله التراتبيه. انا عندي جهاز تابع الدوله ويتبع وزاره الثقافه، اسمه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، اللي بيرقصه الدكتور خالد عبد الجليل. حلو الكلام؟ انا كراجل مبدع او كراجل كاتب او كراجل منتج، انا باخد المصنف ده بوديه الرقابة، اقول له لو سمحت انا عايز انتج ده فرق، تعمل لي رقابة عليه. فيبتدي يقراه خلاص. يجي هو يقول لك لا ده فيه وفيه وفيه وفيه، لان في قانون. طيب استاذ محمد، قبل ما اسالك هنا، حضرتك بتقولي في عقوبات. دكتور، ايه العقوبات وعلى مين؟ لا، ده احنا بنتعامل مع القنوات، ما بنتعاملش مع المبدع. مشكله لانه يعني مجلس اعلى الاعلام، فيتعامل مع القنوات. لكن اللي انا عايز اقوله انه ان انا دايما الاحظ في نوع التصرف. عايز اعرف ايه العقوبات. طب معلش استنى ما اكمل. انت خايف ولا لا 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 لا، انا بس لا عايز اعرف. القنوات هتخاف طبعا. عايز اعرف بيقول القناه احنا انت عندك المسلسلات حصيله رمضان في 30 كلمه مسيئه في 50,000. لا ده احنا 30 في 50,000، الناس هت